السلام عليكم. لازلنا في درس المودلز فير. تكلمنا في السابق عن عدة أنواع، وهي نرجع للبداية. كنا تكلمنا عن أنواع تقريبا حول 11 أو شيء. كنا تكلمنا عن كان وكود. Be able to, may, might, shall, should, must, have to, would, will, what. اليوم إن شاء الله راح نكمل مع الدرس الباقي، إن شاء الله راح يكون الدرس الأخير. وهو must have to, need to, don't have to, need not. يعني الآن عندنا تقريبا 1 2 3 4 5 types of models، اللي هي أو نسميها auxiliary verb أو helping verb. نقول نجي بالنسبة للاستخدامات، عندنا نوعين، إما مثلا necessity أو requirement اللي هي ضرورة أو الأشياء مثلا المتطلبة الأكيدة. ثم عندنا نوعين من الزمن، عندنا present and future اللي هو المضارع والمستقبل، وزمن الباست. فمثلا نجي أول في البداية إلى present and future. عندنا must, have to, need to. عندنا ثلاث من الأفعال المساعدة: must, have to, need to. ثم plus base form of verb، يعني الفعل راح يكون كالعادة في الزمن المضارع البسيط له simple present. مثال: you must have a passport to cross the border. يعني يجب عليك أن تحصل، يعني يجب عليك أن تكون حامل الجواز عند مغادرة مثلا الحدود. إليزابيث has to apply for her visa by March 10th. I need to drop by his room to pick up a book. هذا بالنسبة للاستخدامات الماست وهاز ونيد، سواء كنا هاز أو هاف فهي سيم. يعني احنا استخدمنا هنا الهاز علشان شنو؟ اسم واحد لو مفرد واحد، لكن لو كان مثلا they، لو كان مثلا عندنا pronoun مثلا they، نقول they have to apply. في الباست استخدمنا had، لأن had هي الماضي من have and has. شوف المثال: I had to work late last night. أو مثلا نستخدم الثانية needed to، that base form of verb. يعني حتى لو كانت ماضي الجملة في الماضي، الماضي الفعل الفعل المساعد، لكن الفير وباقي الجملة مثل ما هي. يعني مين فير اللي هو فعل أساسي، لو تلاحظوا مثلا work or drink هو فعل أساسي. يعني ممكن الأفعال بالwork مثلا مخاط نضيف عليها ing أو الاس أو الed، لكن في هذه الحالة هي فعل simple present. هنتكل تركيزنا على المودلز فير. نوت: have to and need to are often used to in the same context، but many times need to is used to express something that is less urgent. يقول لكم مثلا ال need to استخدامها أقل، حيث إنها تدل على less urgent. هنا لو تكلمنا نقول requirement،
يعني مطلوب أكثر، يعني هو مهم. يعني مثلا لما نقول مطلوب منك ال first name وال last name، بينما مثلا middle name اللي هو الاسم الوسط أو الأب option اختياري، يعني سواء أنت حبيت تكتبه أو لا it's up to you. الآن التركيز على must، يقول لك almost 100 certain، يعني متأكد منه. راح نستخدم شنو؟ must. مثلا Thomas has lived in Paris for years. His French must be very good. Thomas بما انه عاش مثلا في باريس المفروض تكون اللغة الفرنسية حقته ممتازة. ثم عندنا ان النوع الثاني للاستخدام الثاني to persuade اللي هي اقناع، يعني تكلمنا اول شيء عن 100% certain تأكد منه من الشيء يعني لازم يقوم به. الان اقناع نستخدم الان اما must او have to، نفس الشيء pays for a verb you must try this wine it is an excellent، لازم تجربه أساس انه ممتاز. You have to visit us while you are in the town، يعني يجب، يعني طالما انت موجود هنا في المدينة او في القرية يعني يجب عليك ان تزور. Prohibited or forbidden يعني المنع، مثل ما قلنا يعني يجب عليك. الآن هنتكلم عن نيجاتيف، هي سواء قلنا almost أو to persuade أو مثلا prohibited، هي كل ما هناك نتغير فقط أضفنا كلمة not بعد كلمة must. lack of necessity راح نستخدم don't doesn't don't أو doesn't اللي هي حق symbol present didn't حق symbol past زائد have to زائد pays for over. خش في مثال على simple present with do. You don't have to park the car. استخدمنا don't الفعل المساعد auxiliary verb، ثم أضفنا نوع ثاني من الأفعال المساعدة هي have to اللي نسميه modal verb، ثم الفعل الأساسي park، ثم المفعول به object قلنا car. الآن باستخدام doesn't، طبعا اختلاف مثل ما قلنا ندو تاخذ الجمع مثلا day you we هو I، بينما does تاخذ she والهي والات او مثلا singular name مثلا Tim او she doesn't have to go to school today. اما did فتاخذ الجميع سواء كانت مثلا he did it or they didn't، لأن ماضي الدو والداس did. ثم نكمل الجملة باستخدام have to أو best for fair. You didn't have to shout everyone could hear you. Need not زائد best for. You need not worry about me. I will be fine. هذا اكسرسايز. الآن النوع الأخير هو will أو would، إما ما راح نقول will طبعا present would past. عندنا will أو will not so يعني up to you، يعني يعتمد على الجملة. راح نقول subject modal verb will pick up you at 7 a.m. أو مثلا John will not pick up you at 7. Polite now request or statement يعني الطلب يعني بشكل لبق ومهذب، أو مثلا الجملة هذه مثلا شوف لاحظوا
راح نستخدم مثلا will أول. will you please، نحن please عشان تعطي الباقي polite. take the trash out. أو مثلا I would like to sign up for you for your workshop. الآن حق ال past action راح نركز فقط زي ما قلنا لكم على ال would، سواء قلنا would أو would not زائد بس يعني كل الأفعال المساعدة اللي هي المودلز فيرب يعني subject زي المساعدة المودل فيرب سموا بيس فور اوف فيرب بدون قاعدة يعني بدون أي إضافات. مثال شوفوا I would spend أو مثلا إذا كان راح نضيف النفي راح نضيفها بعد الفعل المساعد اللي هي الهيلبينج فيرب اللي هي المودل فيرب وقبل المين فيرب هو الفعل الأساسي في الجملة. إما ما نقول I would not أو I would spin. شوف مثال I wouldn't eat أو مثلا I cannot أو شنو كلها نفس الشيء. وبكذا الآن انتهينا من هذا الدرس من المودلز فيرب. فأتمنى الآن تكون عندكم صورة واضحة وسهلة ما نعيد الأخطاء من جديد، وأتمنى أن هذا الدرس تذاكروه بضمير لأن يحتاج فعلا فعلا جهد ما نخطأ في الاستخدامات. شكرا.